بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله عندنا الهلب سيشن، وحاولت يعني يكون بقدر ما يمكن مختصر مفيد، يعني ضروري جدا النقاط اللي ذكرتها أن الواحد يصير عارفها، يعني هي مما لا يسع طالب البترول جهله. فعندنا في الشابتر الأول كله تقريبا كونسبت وأشياء لابد أنك تحفظها حقيقة، يعني مثلا تعريف الكمبيوتر، وش هو الكمبيوتر؟ إيه، إذا في سؤال. طيب، فتعريف الكمبيوتر وتعريف البروجرام، عندنا تو تايب من السي بي يو. السي بي يو هو المعالج وهو عقل الكمبيوتر، زين. عندنا في الكنترول يونت، وعندنا المايك يا شباب، اللوجيكال يونت. ايضا لابد انك تعرف تعريف كل واحد منها. طبعا هذه من الثانيه واضح من اسمها، اللي هي الجمع والناقص والضرب. العمليات الحسابيه في الحاسب، هذا الجزئيه من السي بي يو يهتم فيها. الرام هو المكان اللي يتخزن فيه البيانات بشكل مؤقت، يعني احنا عندنا متغيرات وعندنا فيريبل. الفيريبل هذه تتخزن في رام مؤقتا، لو طفى الكمبيوتر وشغلناه راحت، تختلف عن الستورج الكبيره، الذاكره الكبيره. فالرام هو ذاكره مؤقته. ثم بعدين فيه بعض النقاط عن بايثون، لابد مثل ما قلت لكم ترجعون تحفظونها. من اهم المعلومات، يعني من اللي جدا جدا مهمه، انها تعتبر هاي ليفل لانجويج. مقصود بالهاي ليفل لانجويج انها لغه يستطيع البشر ان يفهمونها، على عكس مثلا اللو ليفل لانجويج اللي هي 0101 لغه الحاسب. ف هذه من اول خصائصها. من ثاني خصائصها انها لغه سهله من ناحيه السنتاكس وترتيب الاسطور. هذه يعني كل المبرمجين متفقين ان بايثون من اسهل اللغات ككيوردز وكلمات، بس فيها سلبيه انها بطيئه شوي. يعني انت كمهندس ولا تحتاج انك تسوي برامج معتمده على الوقت، فمثلا عندك برنامج فيه 50,000 سطر برمجي مثلا، صعب انك تسويه بايثون لانه راح يعطلك وراح ياخذ وقت، على عكس مثلا لو تسويه بلغه ثانيه مثل سي ولا لغه ثانيه راح يكون جدا اكفأ واسرع. من مميزاتها ايضا انها تشتغل على اكثر من نظام، تشتغل على ويندوز، تشتغل على ماك. طيب، بعدين انتقل الشابتر 1، انتقل الى الفيتشر اوف الجيبتر. في بعض الفيتشر، بعض الخصائص، يتكلم عن الجيبتر بشكل عام، يتكلم عن ايش الفرق بين الكود والمارك، مارك داون. مارك داون طبعا اللي انك تستعرض نص مثل هذا، هذه الخليه الحين خليناها مارك داون بحيث ان نكتب عليها نص، ما نبي نبرمج. اما اذا غيرناها الى كود فراح يصير الى يتوقع مننا ان نكتب اوامر كود، كود بايثون، لكن عندنا مارك داون. ايضا يتكلم، اذا واضح هنا ان هنا أزرق، يعني هذه الخلية الآن مختارة، لكن ما أقدر أعدل عليها الحين. إذا بديت أعدل هنا راح تصير أخضر، هذا الفرق بين اللونين. يعني هذه كلها معلومات ذكرها في السلايدات في الشابتر 1. بعدين قال how program work، وحط رسمة توضيحية للي يعني كيف أنه ينتقل من كلام البشر، من الإديتر إلى الكمبيوتر. مثل ما قلنا انها هاي ليفل لانجويج. خلوا اذا تسمحوا لي ارسم لكم رسمه سريعه. عندنا هنا لغه البشر، زين، اللي نفترض انها انجليزي، زين. وعندنا في الجهه المقابله 010101، زين. فالبايثون جاي بالنص هنا، او اي لغه برمجه ثانيه من اللي تصنف هاي ليفل لانجويج تيجي هنا بايثون، زين. وفيها ايضا لغه في النص هنا عشان تترجم الاكواد هذه الى 0101. هذا يسمونه السورس كود، اظن موجود عندكم في السلايدات، السورس كود او البايت كود. زين، عندنا عمليه الترجمه هذه، تمر بمرحلتين. مرحلة كومبايلر،
كومبايلر، ومرحلة ثانية في برنامج الفيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين زين، هذه الفيرتشوال ماشين اذا تشوفونها هنا، والكومبايلر، هذه مرحلتين تمر فيها عشان نحول الكود الى لغة كمبيوتر. هذه الخطوتين نسميها انتربريتر، حلو، وهذه من اهم خصائص بايثون انها لغة انتربريتر. كيف يعني؟ باقي اللغات كومبايلر، بس في بي انها كومبايلر. ف المايكات يا شباب، المايكات اللي يدخل يسكر مايكات. فمن اهم من اهم ميزات بايثون عن اللغات الثانيه انها تترجم سطر بسطر، وهذا اللي يخليها طبعا بطيئه، لكنها خاصيه تعتبر لها. زين، عكس اللغات الثانيه اللي فيها بس كومبايلر، راح تترجم لك الكود كامل مع بعض وتطلع لك كل الاخطاء مع بعض. بايثون لو تلاحظون اذا مر دقيقه، اذا كان عندك برنامج فيه اكثر من خطا، هذا البرنامج عندنا هنا اوامر هنا في خطا، ونفترض هنا بعدين اكواد في خطا ثاني. اذا شغلت البايثون او سويت ران لل راح يطلع لك بس الخطا هذا، فانت راح ايش تسوي؟ تروح تصلحه، تعدله، بعدين تسوي ران مره ثانيه تكتشف فيه خطا ثاني. هذه بس في بايثون. اللغات الثانيه لا، راح يطلع لك كل الاخطاء مع بعض، يقول لك هذا الكود هنا في خطا وهذا هنا عندك خطا. هذه مثل ما قلت لكم اشياء كلها تحتاج حفظ وتحتاج انك تقرا التعريف لها. طيب بالنسبه للايرور، الايرور فيه نوعين وكل نوع له اسمين، اما كومبايلر تايم او سنتاكس ايرور. الران تايم يسمونه اللوجيكال ايرور، هذه ضروري انك تعرف تعريفها وتعرف امثله عليها، بحيث انه مثلا يعطيك عده اوامر خيارات من التول تشويز، يقول لك كل الخيارات مثلا فيها اخطاء، لكن يبغى حدد لك في السؤال يبغى خطا كومبايلر تايم ايرور. مثل ايش السنتاكس؟ السنتاكس مثلا اذا الاف، مثلا عندنا هنا الاف تحتاج انتم تشوفون هنا، خلينا نسوي خلي السلف جديده. عندنا اف اكس ايكوال 1 زين، ونقطتين رئيسيتين، بعدين سوينا برنت مثلا. اذا نسينا النقطتين هذه، هذا يعتبر سنتاكس ايرور. طيب اما بينما لو سوينا مثلا ما يحضرني الحين، مثلا قسمنا على واحد او سوينا اخطاء، يشتغل البرنامج تمام لكنه مو بالهدف، مو ما حققنا الهدف اللي نبيه، هذا يسمونه اللوجيكال ايرور. طيب نبي نبدا في البرمجه. اي نعم، مثل تقسيم على صفر. طيب انا ببدا من البدايه وبنمشي الى مستوى صعب، بس الحين عشان ما حد يعني يكون فاته شيء، عندنا السنتاكس العام لتعريف المتغيرات. السنتاكس العام هو انه يكون هنا عندنا الفاريبل نيم، الفاريبل نيم على اليسار، ولاحظوا قلت فاريبل نيم هو مجرد اسم، جميل، ما له علاقه بقيمته، يعني سواء طبعا بيوضح مع الامثله، لكن ما يهمنا كم قيمته، هذا يهمنا الحين ان هذا اسم بس، اللي على اليسار يساوي هو اسم، واللي على اليمين اللي يساوي هو قيمته الفعليه. طيب يكون بينهم علامة يساوي واحدة بس، إذا دبنا اليساوي راح يتغير المعنى. طيب عندنا هنا بس يساوي واحدة، ثم بعد ما عرفناها وعطيناها القيمة نقدر نستخدم هذا المتغير، نطبعه، نجمع عليه، نزيد، المهم أنه أهم شيء أن نعرف المتغير ونعطيه قيمة. ومثل ما قلت لكم انتبهوا على ان هذا اسم بس، ما يهمنا كم قيمته الفعليه. طيب السؤال هنا يقول عندنا هنا متغير اسمه كوست ويساوي 100، وعندنا التاكس يساوي 15. زين، جينا قلنا الكوست يساوي
كوست بلس تاكس. ايش اللي هنا راح يصير؟ هنا هذا ما يهمنا كم قيمته، هل هو يساوي 100 يساوي 0 ما يهمنا، هذا مجرد اسم. العبره بالقيم الجديده الحين اللي بنعطيه. نبدا نعوض هنا، هذا يساوي 100 زين، وهذا يساوي 15. 100 زائد 15 115، تسوي رن الجواب 115 زين. في صيغه ثانيه واشهر هي، يعني ان نكتب هذه العباره بطريقه مختصره شوي، اللي هي نمسح كلمه كوست ونمسح ونحط الزائد هذه قبل اللي يساوي، نحطها هنا زين. هذا الامر هو، هذا الامر لو تلاحظون هو نفس هذا الامر بالضبط، بس هذا بشكل مختصر شوي. وعلامه الزائد هذه معناتها ان اجمع لي الكوست اللي عندك مع القيمه اللي اعطيتك. وممكن لو بدلنا مثلا حطينا ناقص، هي نفس الشيء نفس هذا بالضبط. فاذا شفتوا الصيغه هذه لا تستغربون، هي نفس الشيء بس انها بشكل مختصر اكثر زين. طيب هذا ايضا الجواب 115. طيب عندنا هنا، عندنا متغير اسمه بروفيت وقيمته 10 زين، والبادجت قيمتها 50. متغير ثالث اسمه توتال هو عبارة عن مجموعهم. حلوين. الآن جينا البروفيت مرة ثانية وحطينا 20.5، وأيضا التوتال رحنا جمعنا البادجت مع البروفيت. إيش راح يصير التوتال؟ أبي أسمع منكم، افتح المايك او بالشات عادي كل واحد. ها كم التوتال الحين؟ ايش راح يطلع الاوتبوت؟ 70 صح، ممتاز. ليش؟ لانه العب خلاص ممتاز، لانه علينا من التحديث الاخير. هو بايثون راح يقرا الاسطر سطر بسطر زين، وكل امر نعطيه راح يطبقه. ف الى الحين ما قلنا له برنت ولا شيء، فاخر شيء قلنا له امسح القيمه اللي عندك 10 وحط البروفيت 20.5 واجمع لنا التوتال من جديد، فطلع لنا 70. لو حطينا هنا برنت للتوتال راح يجمع القيمه القديمه، بعدين راح يحدث القيم ويجمع لنا القيمه الجديده. طيب هذا بالنسبه لي اساسيات المتغيرات. ايضا من الاساسيات ايضا إذا واضح هنا اللي هو الرول فور فيريبل نيم. عندنا ثلاث حالات فقط لتسمية المتغيرات، لا يمكن حالة رابعة. إما أنه يبدأ بأندرسكور أو حرف سمول أو حرف كابيتال بس، ما في شيء ثاني. إذا بدأ برمز أو بدأ برقم أو بأي شيء ثاني راح يطلع إيرور. أما الحرف الثاني أو أما الكاركترز الثاني واللي بعدها مو مشكلة، تحط أرقام أو تحط إيوه بس أرقام، بس أرقام. طيب ففي هذه الحالة لو سوينا برنت راح يطبع لنا تمام. طيب يجيك سؤال يقول لك وات إز، إما بيقول لك باد أو بيقول لك انفاليد أو illegal not allowed، كلها نفس المعنى زين. بعدين يسألك عن variable name، يعطيك مجموعة خيارات كلها صح إلا واحد خطأ. فكيف نعرف الخطا او الباد او الانفاليد؟ اذا بدا برقم مثل ما قلنا لازم انه يبدا واحد من هذه الثلاثه. اذا بدا في رقم هذا في خطا، ما يصلح نبدا بارقام. الارقام ممكن تصير في النص او تصير في الاخير، لكن ما تصير في البدايه زين. هذا خطا. الخطا الثاني انه يحط لك مسافه سواء في البدايه او في النهايه عاد. النهايه مسموح واحده قبل يساوي بس انها مو تبع المتغير. طيب المسافه راح تطلع خطا، غير مسموح انك تسميه ب سبيس. من الاخطاء اذا شفت اي رمز سواء في النص او في البدايه او في الاخير اي رمز، هذا ايضا راح يطلع ايرور، استفهام في البدايه او الدولار في النص او الزائد في الاخير اي مكان، يعني سواء في البدايه او النص او الاخير هذه كلها ايرور. هذه كلها
ها السؤال كذا بيجي السيط، ما في ما يعني الزده واضح. ايضا ما يصلح ان نسميه بكلمات اللي يجي لونها بالاخضر في بايثون في الجيبتون، مثل وايل، مثل كلاس، مثل اف، مثل فور، مثل ويذ، يعني مجموعه كلمات اتوقع انهم حاطينها لكم في جدول في سلايد، يعني انه ما يصلح. طبعا معروفه الكلمات دائما تشوفونها، مثل يعني كلمه اف صارت اخضر، ان اخضر عندك، طيب هذه كلها كيورد ما يصلح ان نسميه فيها المتغير. طيب او يجيك السؤال بصيغه عكسيه يقول لك وات از جود valid legal allowed variable name، فمثلا يعطيك كلها اسماء خطأ الا متغير واحد هو الصح. مثلا اذا اعطاك رقم في النص هذا صح، اذا مسح الرموز واعطاك بس نص عادي صح، بدا بالاندرسكور صح، حط الاندرسكور في النص صح، حط ارقام في النص او في الاخير صح، بدا بسمول او كابيتال كلها صح. زين طيب في اسئله على تسميه المتغيرات ولا نروح للي بعده؟ تقدرون تفتحون المايك؟ لا ما يقدرون. ايه خليني اعطيهم. ايه ابد مو مشكله، عشان بس بس عندي سؤال اذا ما عليك امر. ايه تفضل. لو سأل وكانت من الخيار او من السؤال نفسه سيسألك عن ال which one of them is considered illegal or in bad taste وعطاك variable يبدأ بكابيتال، هل هذا يعتبر bad taste ولا لا؟ لا، الحروف الكابيتال مسموح فيها عادي. هذا سؤال على جواب فيصل، على سؤال فيصل، الحروف الكابيتال مسموح. طيب ننتقل، أنا يمكن ما فهمت سؤالك، شلون لا ما يمدينا الحروف الكابيتال مسموح تسمي فيها في البداية في بداية المتغير؟ طيب نروح للأوبريشن. الأوبريشن جمع المتغيرات، طبعا يمدينا نجمع انتجر مع انتجر، ايش راح يعطينا؟ انتجر. زين يمدينا نجمع فلوت مع فلوت، راح يعطينا فلوت. خلنا تويرن انتجر مع انتجر راح يعطينا فلوت، نفس الشيء مع الناقص والضرب والقسمه، نجمع الفلوت مع الفلوت راح يعطينا فلوت، نفس الشيء مع الجمع والزاد والنقص. ايضا يمدينا نجمع تو سترينج يمدينا نجمعهم، ايش راح يسوي؟ راح يدمجهم يخليهم نص واحد. زين هذا الزائد، لكن ما يمدينا ننقص ولا يمدينا نضرب ولا يمدينا نقسم. زين هذه اذا كان تو سترينج، وطبعا الزائد هذه راح يدمجهم عكس الفاصله. الفاصله ايش راح تسوي؟ الفاصله راح تحط لنا المتغير الاول بعدين تحط لنا المتغير الثاني. شوف الحين كيف دمجهم، هذه الحين بالزائد دمجهم كذا، حطهم مع بعض. اذا حطينا الفاصله راح يفصلهم، بيخلي هذه لحال وهذه لحال، لان هذا متغير هذا متغير. زين لكن عموما اللي بوصله ان الزائد يمدي نستخدمه مع السترينج في حاله واحده، اللي هي حاله انك تجمع تو سترينج. زين طيب لو جمعنا انتجر مع فلوت او طرحنا راح يعطينا فلوت. طيب معلش بس ممكن عندي بس سؤال. تفضل. لا بس قبل شوي يسألون عن name conventions، لأن عند وصفي دكتور وصفي يعني يأكد على موضوع name conventions وأنا ملخبط فيها صراحة. عطني مثال، عطني مثال، ما فهمت والله. في الكوز جانا جاب لنا أكثر من اسم وقال أي واحد منهم is not following the name conventions أو شيء زي كذا، كلها كانت valid كلها، لكن في شيء اسمه name conventions أنا صراحة ما يعني ما فهمت صح، لكن يعني ظهر اذا بديت بحرف كابيتال او ظهر بديت حرف سمول ثم حطيت الكلمه الثانيه بحرف كابيتال. هذه قصدك؟ ايوه هذه، لو توضح لاني انا صراحه مضيع فيها انا. طيب هو اول شيء عندنا هنا قلنا لكم رول، هذه الرول هو اللي ما يصلح تخالفها، اللي شرحتها الرول هي الاشياء اللي ما تقدر تخالفها، انك يعني لازم تبدا باما اندرسكور او حرف كابيتال او حرف سمول. هنا في النيم كونفنشن اللي مكتوب هنا ريكومندد، يعني هذه يعني طريقه متعارف بين المبرمجين، بس
لكن لو ما اتبعت هذا البرنامج راح يشتغل سليم. فمثلا قال لك اذا كنت تستخدم، اذا كان عندك رقم ثابت، انت انت عندك برنامج كبير ويشتغل معك مبرمجين ثانيين، لازم اذا كان عندك رقم ثابت مثلا، خلينا نعطيك مثال، اذا كان عندنا متغير اسمه باي وهو ايكوال 3.14، زين هذا رقم ثابت انا ما ابي احد يغيره بعدين، ما ابغى احد يروح يجمع معه ولا يضيف ولا هذا، ابي كل برنامج ثابت، فاحط المتغير كله بالكابيتال. زين هذه من الاشياء المتعارف عليها، لكن لو حط لو حطيتها سمول، حطيتها كذا مو مشكله. زين من الاشياء ان اذا كان اكثر من كلمه، اذا كان اكثر من كلمه اول كلمه نبدا بسمول، بعدين الكلمات الثانيه كابيتال، اول حرف كابيتال بس. ايش كان المتغير؟ ايه كبير كده. عندنا الكلمه الاولى هو يتكون من كان، بعدين عندنا بير، كلمه بير، بعدين عندنا بيك. انا ان شاء الله انك هذا اللي تقصدونه. ايه فهذه نبدا فيها بسمول، وهذه كابيتال، وهذه كابيتال. ليش؟ لانها اكثر من كلمه، هو اساسها كانت الجمله كانت كذا. زين لكن اول كلمه خلاص نحطها سمول، ثاني كلمه وثالث كلمه عشان ندري ان هذه كلمه جديده ما هي تابعه للي قبل، نحط كابيتال لتر، لان ما نقدر نحط مسافه اصلا. زين هذه من الاشياء اللي متعارف عليها، لو عكست القاعده صح البرنامج يشتغل. في هنا مثل ما قلنا الكونستنت. طيب اذا جاء طيب كونستنت من كلمتين، ما اقدر احط حرف كابيتال ثاني، مثلا باي اند مثلا، والله ما ادري يعني ممكن في بالي، لكن اذا كانت كلمتين زين ريكتانجل اند سيركل، فهذه صعب انك تحط، انت بها ثوابت، صعب انك تحطها كلها كابيتال لان راح تصير الحروف متشابكه. فايش يسوون اذا كانت كلها ثوابت؟ باي بعدين اندرسكور ويكتبون الكلمه الثانيه، زين مع انها كلها كابيتال بس بينهم اندرسكور. هذه يعني بشكل عام اتوقع ان شاء الله ما نسيت شيء. طيب بس هذه يعني مثل ما قلت لكم انها بس كذا قواعد متعارف بينها بين المبرمجين. طيب هذه خلصنا منها. طيب قلنا ننقص التو سترينج ما نقدر، ممكن اننا نجمع، اشوف هذا المثال الحين. هنا عندنا انتجر وعندنا سترينج، ما نقدر نجمعهم طبعا لان هذا انتجر وهذا سترينج. زين نجمع تو سترينج صح، نجمع تو انتجر صح، لكن نجمع سترينج مع انتجر ما يصلح. لكن من الطرق اللي ممكن تستخدمها انك تحط السترينج هذا تحولها الى انتجر، او العكس تحول الاي هذا الى سترينج. طيب قلنا نقدر نستخدم الزائد مع السترينج، ايضا نقدر نستخدم الضرب مع السترينج في حاله ايش؟ انه كان واحد سترينج واحد انتجر عكس اللي هنا. فاذا كان عندنا حرف جي او جي وعندنا هنا اثنين، ضربنا الاي في التو راح يطلع لنا جي جي. زين ما نقدر نستخدم قسمه، ما نقدر نستخدم الناقص. طيب هذه بس يعني بشكل عام قواعد عشان ناخذ امثله عليها الحين. قبل ما ذا الامثله في هنا نقطه بعد اللي هو كيف نحدد الاندكس لاي سترينج، والسترينج قد يكون ارقام حروف او أو كاركتر أو رموز، هذه كلها يسمونها كاركترز، سواء فيها مسافة أو ما فيها مسافة. فمثلا عندنا هنا ثلاثة، وعندنا هنا مثلا نفترض برسنتج، هذا يعتبر سترينج عادي بغض النظر هل فيه رموز أو فيه مسافة أو فيه أرقام، طبعا مع الحروف كابيتال وسمول. زين لما نجي نبي نحدد خانة الحرف الأي هذا، طبعا نبدأ بالصفر، هذا صفر ترتيبه على الحروف، هذا ترتيبه صفر، بعدين ال H1 ال M2 وال A3 وهكذا. المسافة تحسب والرموز تحسب والأرقام تحسب، ف
فمثلا هنا قلنا له نبغى، خلينا نكتب احسن، نبغى المتغير A، ما نبغى كله يطبع، لو طبعنا كذا راح يطبع لنا كله، لا نبغى بس الاندكس رقم 0، فسوينا انتر راح يطلع لنا A بس. طيب وكذلك نفس الشيء مع البي، لو قلنا بي نبغى ثاني حرف اللي هو الام، ثاني حرف ترتيبه كم؟ ترتيبه 1. زين ليش؟ لان الاو هو 0 والام هو 1. طيب لو نبغى مجموعه حروف، ما نبغي حرف واحد، حرف واحد نبي مجموعه حروف، في عندنا نقطتين رئيسيتين، النقطتين الرئيسيتين يعني من والى، من 0 الى 2. لكن في نقطة مهمة هنا، إن الاثنين نفسه ما راح يصير إنكلود، يعني إذا تذكرون في الماث كنا نأخذ مثلا شيء زي كذا 0 إلى 2 وهذا open close open، معناته إن الاثنين والواحد بس، صح؟ هذا نفس الشيء، حتى لو القسم كبير لكن الاثنين ما راح يكون إنكلود. فلو سوينا إيه من 0 إلى 2 هذا 0 1، الاثنين ما راح يصير موجود. نسوي برنت، طبع لنا الـ A والـ H. هذه ممكن يسوي لكم فيها يعني ها تركات مع المسافات، زين يعطيك مجموعة نصوص يبيك تدمجها مع بعض، مثلا يبيك تدمج أول اسم مع ثاني اسم، أول اسم مع ثاني اسم، زين وفي الخيارات زائد مثلا. فعندنا أول اسم 0 1 2 3 4 4، لو حطينا إلى 4 أو خلنا نحطها إلى 5 ما راح يأخذ مسافة، صح؟ إيه المسافة تعتبر خانة. طيب هنا العكس، هنا 4 0 1 2 3 4 5، من 5 هنا نبي من 5 إلى نخلي فاضي إلى الأخير، فاضي إلى الأخير معناته، زين. ايش طلع لنا؟ طبع لنا الاسم الاول والاسم الثاني بدون مسافه، وهذا يمكن في الخيارات ما يصير موجود، احنا نبي مسافه، فلازم انك تزيد الى 6 فيصير 0 ال A 0 ال H 1 2 3 4 D 4 المسافه 5، زين. وحطينا 6 ليش؟ لان ال 6 ما راح يصير انكلود، زين، فال 6 ما راح يصير انكلود يعني الى 5. طيب الحركة هذه الثانية انها حطينا نقطتين رئيسيتين بعدين خلينا فاضي، يعني الى اخر حرف عندك، شوف لي اذا كان النص طوله حط اي كله. فلو عندنا هنا مثلا عبد الله مرة ثانية وحطينا من 5 الى ما لا نهاية، الى نهايته، عفوا الى نهايته، وين رن راح يطبع لنا الاسم كامل من 5 الى الاخير. طيب ناخذ مثال، عندنا الاي دي 2019 هذا الرقم، وعندنا متغير اسمه ايميل، الايميل راح يساوي عندنا سترينج هنا وهو حرف اس بس، بعدين دمجنا مع الاي دي، بس قبل ما ندمجه حولناه الى سترينج، هذه واضحه صح؟ طيب بعدين دمجنا معه بقيه الدومين او يعني بقيه الايميل كامل، زين. فبعدين طبعا الايميل راح يطلع لنا بالشكل كله سترينج، زين. طيب اما لو صار العكس، عندنا هذا الايميل كسترينج، زين، عندنا هذا الايميل هنا في سترينج، حلو، هذا ايميل متغير في هذا الايميل، نبغى نستخرج الاي دي حقه بس، وهذه ممكن يعني تستفاد منها في استخراج ايميلات ايديات الطلاب او شيء زي كذا من ايميلاتهم. طيب مثلا عندك جوجل شيت او اكسل شيت وفيها ايميلاتهم، انت بتطلع الايديات حقتهم بس مثلا بهذا الكود تستطيع. فنيجي نقول اي دي هذا المتغير اللي نبي نحط فيه الرقم الجامعي، حطينا الايميل من هذا 0 صح، وهنا 1، من 1 وهو 10 ارقام، لا عفوا كم، 4 5 6 7 8 9 10، 10 ارقام، حطينا 11 ليش؟ لانه
ال 11 ما راح تصير انكلود. طبعا الحين الاي دي تبع لنا الاي دي لحاله، وممكن نحوله الى انتجر اذا نبي. طيب طيب عندنا هنا حطينا او حطينا متغير جديد اسمه اكس، وحولنا الاي دي اللي جانا هذا، هو جانا الحين كاسترينج، حولناه الى انتجر زين، بعدين حولناه الى فلوت وزودنا عليه 25، ايش راح يصير؟ راح يزيد من هنا من 10 راح يزيد الى 35.0 عشان فلوت. طيب في سؤال على اللي فات ولا ندخل شوي أصعب؟ طيب عندنا عمليات الجمع، وهل حولنا انتجر بيكون رقم بدون فاصلة؟ إذا اكتفينا بانتجر راح يصير بدون فاصلة، لكن عشان حولنا إلى فلوت أضاف لنا فاصلة. طيب طيب عندنا هذه يعني مشهورة، ان نبدا بالاقواس بعدين الباور زي الماث، الضرب والقسمة، واذا كان في اكثر من ضرب او قسمة في نفس الليفل راح نسوي ايش؟ نبدا باليسار الى اليمين، نفس الشيء مع الزائد والناقص. فعندنا المسألة هذه كيف نحط، طبعا انا ارسلتها لكم، اللي شاف الملف ارسلتها لكم، نسيت اكتب الاثنين هنا كذا، توني انتبه للخطأ. المهم فكيف نحل مثل هذه المسألة؟ نبدأ بالأولويات، عندنا هل عندنا أقواس؟ ما عندنا أقواس. طيب هل عندنا باور؟ إيه عندنا هنا باور زين، هذا باور، فنمسح الباور. 2 باور 3 كم؟ 8. طيب بعدين عندنا الضرب والقسمة، عندنا ضرب، عندنا قسمة، وعندنا قسمة ثانية. أي واحدة نبدأ فيهم؟ نبدأ باليسار إلى اليمين. 5 قسمة 3 بدون إلى أصغر رقم انتجر. 5 قسمة 3 راح، لو قسمنا 5 قسمة 3 راح يعطينا 1.6 أو شيء زي كذا، لكن حنا قلنا إلى الانتجر اللي تحته. فبوينت كان هو 1.6، خلينا نكتبها 1، كان بوينت 1.6 راح نمسح البوينت نخليها 1 زين. فخمسة قسمة ثلاثة راح يساوي بس 1 بدون فواصل بدون شيء زين. نحط الفواصل إذا لو كان شو اسمه single division زين. طيب بعدين عندنا هنا 2 موجل 8 اللي هي باقي القسمة، لو قسمنا 2 على 8 كم باقي القسمة؟ طبعا مدام هذا أصغر من الأكبر ما يحتاج نسوي القسمة على طول إيش؟ لا مو صفر، ما يحتاج نقسم خلاص، هو أصلاً راح يصير 2 لأنه ما نقدر نقسم يعني ما بالفواصل كذا يعني. فيبقى لنا 2، الحين بقى لنا الزائد والناقص، 1 ناقص 2 راح يساوي ناقص 1، نسوي رن الجواب ماينس 1. طيب نروح للسؤال اللي بعده، لو عندنا فلور وقسمة، ايش الفلور؟ قصدك القسمة الدبل هذه؟ نبدأ باليسار اليمين كلهم ايه، فهمت سؤالك؟ الضرب والقسمة، بعدين عندنا وعندنا الثانية وعندنا الموجب، هذه كلها نفس المستوى، نبدأ باليسار إلى اليمين، المفروض أننا نضيفها هنا. كلها هذه نفس المستوى. طيب نروح ل بس معلش ممكن السؤال خلص فيها يا حالة. الله يسعدك. الريميندر لو حطيناه في المعادلة هل ممكن ولا غلط يصير فيه ايرور؟ كيف حطيناه في معادلة؟ وين هنا؟ الريميندر لو حطينا ريميندر إيه هو هذه فكرة أصلاً، إنه
يعطيك. لا لا ما يصير، ما يصير، لا لازم لو صار الريميندر ما راح يبقى الريميندر اصلا. يعني هل ممكن اضمن ريميندر داخل المعادله ولا ما يصير؟ يعني هل ممكن يجيني سؤال في له ريميندر داخل المعادله ولا غلط اصلا كبرى يعني اني ادخل ريميندر في المعادله؟ والله سؤالك مو واضح، لكن انت ما تقدر هنا خلاص، هذه ما في خيار ثاني تقدر تسويه. 2 قسم أيه. 8 راح يبقى لك 0 بوينت زبده، ما راح يبقى شيء يعني. انت فاهم من البدايه، من الخطوه الاولى خلينا نسويها انت عشان توضح للي يعني. هذا مثال بسيط لكن بسويه. كم كان السؤال؟ 2 قسم 8. طيب ما هو الرقم اللي تقسمه على تضربه ب 8 يعطيك 2؟ صفر، بعدين راح تزيد وكذا. فانت ما دامك بديت برقم اصغر خلاص اصلا كله خطا، هو الباقي 2، ما راح ما في يعني الاثنين الباقي زين. فخلاص هذا كله 2، لان لو بنقعد نشتغل على الفواصل ونشتغل كذا ما احنا مخلصين، كل القسمات راح يعني فواصل. فخلاص ما دام يعني هذه القاعده احفظها، اذا ما دام القسمه اصغر من المقسوم عليه حط القسمه نفسها على طول. طيب يا غالي، تفضل يا عبد العزيز. اهلا. ايه جاني سؤال في الكويز، جاب لي انا ما اذكر والله وشو، بس نفس الفكره. between two quotations حط 2.5 كذا. ايه تقريبا طبعا، وهذا يعني سماه حط له variable. طيب نرجع لهذا المثال، هل نقدر انا حطيته هنا، هل نقدر نقسم هل هذا طبعا ايش؟ خلينا نمسح الجي ونحط 2.5 مثل ما كذا صح؟ اي بعدين هو بغى اللي هو الفايف، يعني قال برنت بعدين انت اللي هي الفايف اللي هي تقريبا تساوي اللي بين القوسين 2. اي بس بين القوسين نفس السلايد اللي على اليمين، يعني هو طلب اللي هو ما ادري انت فهمت عليه ولا لا، اللي هو الخانه. ايه صح. الاندكس هنا. ايه هو طلب الخانه الثانيه اللي هي 5. ايه فهمت، يعني ما له علاقه السؤال في القسمه. ايه ما له علاقه. لا طيب ايه طيب انا حطيتها نص. ايه فهمت. يا ريت توضح الشيء. هنا السترينج، اي سترينج ما راح يشوف ايش اللي داخله ولا يعتبر فيه، ما دام لونه احمر هو الكمبيوتر بيشوفه سترينج وبس، ما يهمه سواء كان فيه ارقام بوينت رموز مسافات، ما يهمه، هو يعتبر هذه خانه يسميها كاركتر كذا. فهذه كاركتر، فاذا قلنا له اطبع لنا كاركتر رقم زيرو راح يطبع لنا الصفر، هذه كسترينج. لو قلنا له كاركتر رقم واحد او اندكس رقم واحد اللي هي الفاصله راح يطبع لنا الفاصله بغض النظر، ما راح يشوف ايش هي اصلا، على طول راح يسويها. ان شاء الله انها واضح. لا لا تمام واضح، الله يعافيك. الله يعافيك. طيب نروح للجزئيه الثانيه. طبعا هذا السؤال، طبعا هذه الاسئله انه يقول لك تطلع، يعطيك معادله ويبيك تطلع الاوتبوت، هذه يعني غالبا راح يجيك سؤال منها. انا كل الاسئله اللي حطيتها ثارة يعني ضروري انك تصير متقنها، لاني تركت اشياء واجد احتمال تجي. اما اللي كتبتها هنا هذه اكيد انها ان شاء الله راح تجي، مو ان شاء الله بس انها راح تجي. طيب فعندنا السؤال الثاني هنا، بدون ما نرجع للجدول نبي نطلع الجواب لهذا. اول ما نبدا في هل عندنا اقواس؟ عندنا الاقواس هنا راح تساوي 8 زين. بعد الأقواس عندنا باور، 5 باور 2 25. بعدين الحين عندنا ضرب وزائد وعندنا قسمة وضرب، فلذلك نبدأ باليسار إلى اليمين الضرب، بس نخلي الزائد والناقص بعدين. عندنا هنا 2 ضرب 3 6، الزائد هذه نخليه. عندنا 8 قسمة 4، لكن ها كم 8 قسمة 4؟ لا اللي يقول 2 خطأ.
8 قسمة 4 2.0 صح. هنا لازم لأن هذه قسمة راح تبقي فواصل عكس القسمة دبل. زين هذه دبل راح ترجع لنا انتجر، لكن سنجل راح ترجع لنا فلوت. لازم لك 2.0 لأن الجواب أصلا راح يصير بفلوت. طيب فالحين عندنا هذه عندنا أيضا هنا ضرب 2 ضرب 25 راح يساوي مو 50 طبعا، راح يساوي 50.0. بعدين آخر شيء 65.0. طيب نسوي رن الجواب 56. طيب هذا سؤال مثل ما قلت لكم غالبا راح يجي. السؤال الثاني اللي غالبا راح يجي يعطيك معادلة حولها إلى الصيغة هذه، إن شاء الله أنها يعني تكون أسهل. طيب المايك يا شباب. عندنا طبعا نبدأ خطوة خطوة يعني نبسطها إن شاء الله ما هي صعبة. عندنا الزد راح يساوي الجذر. الجذر عشان نحطه لابد أن نعرف أو نستدعي نسوي import from math import square. طبعا يا شباب فيه كوز إن شاء الله بسوي بعد الهلب سيشن وفيه يعني نفس الفكرة تقريبا، فأركزوا. شو اسمه عندنا هنا الماث import square root. طبعا في المالتيبل تشويس خلاص هو يفترض انه مسوين سكوير روت. طيب نبدا بالسكوير روت اس كيو ار تي، بعدين قوسين. القوسين هذه ليش؟ لان الجذر يشمل كل المتغيرات فنحطها كلها داخل هذه القوسين. زين هذه القوسين خلاص معنا كل شيء بنحب. نبدا الجزئيه الاولى اكس ماينس واي باور 2. فما دام حاطها في اقواس هذه واضح احنا نحتاج اقواس. زين x ماينس المايك يا شباب المايك ماينس y وهنا عندنا باور 2. طيب هذه واضحه ان شاء الله. بعدين عندنا قسمه صححوا لي اذا غلط x تربيع زائد y تربيع صح ولا خطا؟ ها 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 سلمان تفضل سلمان. اي لازم اقواس خطا ايوه لان ايش؟ ممتاز الله يعطيك العافيه. لان القسمه للمتغيرين الاثنين، فاذا سوينا بالطريقه هذه راح تسوي القسمه لاول متغير بس ما راح يسوي للثاني. طيب يعطيك العافية. ف لو افترضنا ان عندنا الاكس تساوي 5 والواي تساوي 2 انا حسبتها بالحاسبة طلع لي 0.5 فنسوي هنا رن. لازم نسوي طبعا برنت للزد. مضبوط. طيب هذا السؤال صراحة ما سويت له توني حاطه ف نجرب معكم. عندنا لو تلاحظون عندنا باي وعندنا ساين وعندنا متغير. طيب فاول شيء نسوي امبورت او فروم ماث امبورت باي فروم ماث امبورت ساين. طبعا نقدر بدل نختصر هذه ونكتبها كلها كيف كذا. طيب عندنا الزد تساوي 4 هذه 4 والباي هي رمزها كذا. طيب لكن لابد ان نحط علامه ضرب، ما يصلح ان نضرب مثل الماث في ان نشيل علامه الضرب، كمبيوتر يعني ما يعرف التكست. طيب بعدين الباي مضروبه في الساين
داخل الساين اتش في داخل الساين كوتين نكتب اللي داخل الساين عندنا 4 ضرب باي ضرب بي زين زائد اللي هو الباي اوفر 2. هنا نحتاج نحط اقواس ولا ما يحتاج؟ لا ليش ما يحتاج؟ ما يحتاج لانه راح يسوي الضرب اول وراح يسوي القسمه اول بعدين راح يجمع. عكس هنا راح كان بيسوي قسمها اول مع هذه بعدين راح يجمع هذه. فهنا يختلف الوضع. طيب فعندنا هنا قسمة 2 الكل باور باور 5 صح ولا over 2 minus t. طبعا خطأ لازم نحط لها أقواس. الأقواس ترى ضرورية جدا يا شباب. والمالتيبل تشويس أتوقع كل الأخطاء اللي راح تصير أو يعني الأجوبة الخطأ بسبب الأقواس لأن الباقي يتوقع سهل. نحط الأقواس للكل زين بعدين الناقص باي. طيب نفترض اي equal 4 أو أي رقم. إذا في أحد بيدرب على الحاسبة بعد معي عشان نتأكد. إن شاء الله مرح. طيب تفضل يا حسين. لما كتبت from math import أو حطيت الستار هذه يجيب لك كل الفانكشن حقت الماث؟ أيوة معناتها all. طيب بس طبعا إذا كنا نحسب أجزاء ثانية اللي يشتغل البرنامج راح تصير أبطأ من هذه. ما يهم السرعة طبعا لكن أقصد يعني إذا بنحسب الثواني. الجواب صح يعطيك العافية. طيب تفضل يا حسين. حسين طيب نروح للسؤال اللي بعده. هل ساين تحسب راديانس؟ والله اني ما ادري بس انها اتوقع فيه فورمولا ثانيه للراديانس ما نتاكد. طيب اي بالدجري اظن. المهم عندنا الفانكشن. الفانكشن ما ادري اخذتوا درس الفانكشن ولا باقي الديف وهذه اللي بعد اللوب الأسبوع ده بدأنا فيها. طيب ممتاز مو مشكلة. الفانكشن عندنا احنا من بداية الدروس احنا نستخدم print زين نستخدم round ونستخدم range ايش بعد هذه كلها function. ايش فكرة الفانكشن؟ الفانكشن إذا أخذتوا درس الفانكشن راح يصير لكم شيء زي كذا. مثلاً عندنا هنا كلمة عندنا فانكشن اسمها راوند زين في مكان ما في البرنامج. أنت إذا تبي تسوي لغة برمجة تحتاج إنك تسوي شيء زي كذا. عندك فانكشن اسمها راوند وتعرفها طبعاً ديف كذا. المهم علينا من هذه. لكن أشوف هنا شيء حط تو فاريبل يعني إنك إذا جيت بتستخدم الراوند لابد إنك تحط لها اثنتين مثلاً هنا زين لازم انك اذا جيت تستخدم الراوند تحط لها قيمتين. ما تقدر تنقص ولا تقدر تزيد انك تقول كذا مثلا ابي استخدم الراوند بالطريقه هذه. ليش؟ لانه هو خلاص يوم برمج الراوند حط لها تو فاريبل هاي ثابته. ايش راح تسوي الراوند؟ حط لك الاكواد هنا. فمثلا لو كان عندنا فانكشن اسمها سم وهي تاخذ اكس وواي راح تسوي كذا تجمعهم وتطبع لك زد زين. ما يهمنا هذا بس اهم شيء انه فكره انه اذا حطينا تو ارجمنت معناتها نبغى لازم اذا كتبنا الفانكشن لازم نكتبها ب تو ارجمنت ما يصير شيء ثاني. طيب هذه كلها فانكشن واتوقع الدروس الجايه راح تسوون انتم فانكشن خاصه فيك يعني. طيب نبي ناخذ امثله. عندنا الانتجر هذه فانكشن ويصلح ان نكتب فانكشن داخل فانكشن. حلو اي فانكشن داخل فانكشن ممكن انها تصير يعني مو مشكله.
طيب عندنا هنا متغير اسمه num1 يطلب مننا ان ندخل التايم. زين بعدين التايم نخزن متغير ثاني اسمه التايم هو الابسولوت للرقم اللي ادخله. هنا اجبرناه انه يدخل او عفوا انه هنا ادخلنا الرقم بعدين اجبرناه يحوله الى انتجر. هنا نبي نحوله الى بوزيتيف يعني في كل الحالات. فمثلا هنا راح يسالنا لو دخلنا مثلا minus 5 راح يطبع لنا 5. هذه الابسولوت فانكشن ابسولوت يعني استخدامها. طيب عن الابسولوت اظن والله اعلم انها ما تقبل الا متغير واحد. في فانكشن طبعا مثل البرنت، برنت كم تقبل متغير؟ حاط لك نقاط لا نهائي يعني عادي تقدر variable 1 variable 2 variable وتقبل كلمة السب اللي هي مأخوذة من سبرت و end يعني ففيها خيارات كثيرة. فيها أيضا إذا كانت مع تتعامل مع فايل إذا تتعامل مع يعني فيها أكثر من خيار. المهم لكن برنت تقبل أكثر من شيء. الأبسولوت أظن بس تقدر تحول رقم واحد إلى بوزيتيف بس. طيب عندنا هنا الفلوت فانكشن اسمه الفلوت وعندنا الراوند نفس الشيء يسأل عن التايم بالفلوت. ثلاثة قلنا ساعتين و 43 ثانية أو خلينا نزيد شوي مثلا زين. وقلنا الراوند طبعا تقبل 2 argument الرقم الحقيقي اللي عندك وكم ديسيمال كم ديسيمال تبي تقرب. طيب فلو سوينا رن الحين جابت لنا بس 4 ديسيمال بوينت. و طبعا الراوند انتبهوا فيها مشكله اتوقع يعني ما ادري ان الفايف اذا كان اخر رقم فايف ما راح تحسبه انه ما راح تقرب الى الرقم اللي بعده. الفايف راح تعتبر مع الأربعة والثلاثة يعني مو مثل اللي درسنا هي. أما 6 وأبض راح تقرب. طيب عندنا فانكشن اسمها length أو len بس اختصارها len مأخوذة من length. زين فاللينث أو اللين هذه راح إيش طلع لك كم عدد الكاركترز الموجودة اللي عندك. فلو سوينا run عندنا فول نيم احمد فيصل فيصل كاتب خطا. طيب اللينث للاسم 11 كاركترز. زين اقرب ايفن ممكن ممكن تقرب اقرب ايفن ما نتاكد صراحه. طيب عندنا ايضا من الفانكشن ماكس ومينيمم هذه كلها توقع معكم في السلايدات يعني مهمة. فإذا عطينا الماكس تقبل أكثر من argument والمينيمم أيضا نفس الشيء تقبل أكثر من argument. فعطيناها هذه القيم ونطلب منها يطلع لنا الماكس منها ويطلع لنا أقل رقم. زين سوينا برنت قال لنا أكبر رقم من هذه الأرقام هو 85 وأصغر رقم هو 7. طيب هذه بالنسبه للفانكشن اللي هم معطينكم هذه لازم تحفظونها يعني الابس والانتجر خاصه ممكن في البروجرامينج يعني بيطلب منك برنامج مثلا ما ينحل الا باحد الفانكشن هذه. نعم تفضل عبد الله فين. طيب عبد الله الصوت مو واضح. نعم طيب اللي عنده سؤال يرفع يده. طيب فكيف ممكن تجي الأسئلة على غير الفانكشن اللي هي مو عليكم حفظ؟ ممكن زي كذا يقول لك في فانكشن اسمها sleep ترى هذه من شابتر 2 الأسئلة هذه من شابتر 2 صح انها بالفانكشن بشابتر 5 تعمقون فيها اكثر لكن هذه من شابتر 2. مثلا يقول لك عندنا there is function which name is sleep عندنا اسمها sleep and has two يقول لك اما argument او parameters يعني اللي داخل أقواس عددهم اثنين. أغلب الشيء يستخدمون argument لكن ممكن يقول لك برمتر. طيب ف
فمثلا هنا عندنا الخيار الاول قال لك سليب وقال لك اعطاك وان ارجمنت، صح ولا خطا؟ طبعا هذه خطا. طيب سليب وغير في السبلينج، مو سبلينج، في السمول كابيتال وحط لك تو ارجمنت صحيحه، الجواب رقم 3. طبعا نسيت اقول لكم ان بايثون سنسيتيف كيس، يعني تغير سمول كابيتال يفرق عندها، مو نفس الشيء. طيب السؤال الثاني يقول لك assume you have a valid Python function، اسم الفانكشن cook that require two arguments. طيب بعدين ايش قال لك؟ يبغى انك ان هذه الفانكشن تطبع شيء او انها تطلع لي فائدتها، يعني ايش فائدتها؟ الناتج حقها يطلع retain value. زين، فعندنا هنا البايثون هذا البرنامج هذا نادى الفانكشن سوى كوك بعدين حط 1 argument وقال 2 argument، فمعناته البرنامج هنا راح يطلع ايرور وبيقفل حتى لو ان الثانيه صحيحه، هذا خطا. هنا قال لك التوتال يكون 12 والكوك 3 و5، هو صح هنا كذا سوى كول لكن ما سوى ريتين للفاليو، فبعدين راح طبع التوتال، انا ما احتاج التوتال، فهذا مو الجواب الصحيح. صح بدون ايرور لكن مو هذا الجواب الصحيح. هنا عندنا التوتال يكون 12 والاد يكون 1 وسوى برنت، سوى برنت للفانكشن، سوى برنت للكوك، الكوك اعطاها قيمتين، القيمه الاولى توتال اللي هي 12 والاد هنا، هذه صح، هذه صح. ايضا الاربعه او الرابعه صحيحه، ليش؟ لانه قال توتال يكون 12 والتوتال بعدين غير القيمه وحط فيها الكوك ايكوال او عفوا التوتال ايكوال الكوك 03 وطبع التوتال، فهذه ايضا صحيحه، هذه صح وهذه صح. في احد عنده سؤال على الفانكشن؟ نعيد على السريع. اسم الفانكشن كوك لازم يصير نفس الاسم بالضبط، قال لك تو ارجمنت، يعني لازم انها داخل قوس رقمين بينهم فاصله لان قال تو ارجمنت. بعدين قال لك لازم انها تسوي ريتين، يعني نبغى نشوف نواتج هذه الفانكشن، مو بس زي هذه عطني اسم الفانكشن، لا نبغى. خلينا نرجع للسؤال الاول، هنا شوف الصم هذه تاخذ تو ارجمنت وتطبع لنا الزد اللي هو المجموع. زين، فهذه يبغى نطبع الفانكشن هذه ايش فيها، يعني ايش راح يصير بعد ما نخلص من ال، فهذه راح يسوي ايرور، هذه ما راح يطبع لنا الناتج حقها، بس راح ينادي الفانكشن ولا راح يطبع الناتج لانه طبع التوتر. هنا طبع سوى برنت للفانكشن وهنا ايضا سوى برنت للتوتال اللي هي الفانكشن. طيب عشان الوقت بس نحتاج نمشي اسرع. طيب عند ما في في سؤال على الفانكشن بشكل عام ولا خلاص؟ ان شاء الله انه واضح. طيب من الاشياء المهمه ايضا البرنت فورمات. البرنت فورمات هو بس يعني فكرته ان ترتب النص او الاوتبوت حقك. الطريقه العاديه الاعتياديه اللي نستخدمها ان عندنا متغير وعندنا ايضا متغير ثاني، سوينا برنت حطينا بين كوتيشن النص اللي نبي نطبعه بعدين فواصل وحطينا اسماء المتغيرات اللي نبي نطبعها، صح ولا لا؟ هذه بسيطه. طيب لو كان عندنا عموما الفورمات يعني هي لترتيب والتحكم في الاوتبوت بشكل افضل، فمثلا طريقه الفورمات هي برسنتج بعدين تحدد النوع اما string او float او انتجر. زين، هذه الطريقه، هذه مع بعض راح يعتبرها بايثون انها فراغ لايش؟ للمتغير هذا، المتغير الاول بعد البرسنتج. زين، عندنا متغيرين اثنين فنحتاج فراغين، هذا الفراغ الاول بعدين مسافه نحط مسافه بعدين فراغ ثاني برسنتج البرايس فلوت، صح؟ طيب المايك يا شباب، فالاول قلنا ايش؟ تحصل
string والثاني float. فالطريقة هذه راح تريحنا أن نعرف نرتب الأوتبوت بشكل أكثر. مع الأمثلة توضح إن شاء الله، لكن يعني الحين إيش راح يصير؟ راح يشيل هذا النص ويحطه في الفراغ هذا، وراح يشيل هذا ويحطه في الفلوت. طيب كتبناها بالصيغة هذه، ما في فواصل، ما فيه طبعا هذه ما تعتبر فاصلة لأنها إيش داخل أقواس تبع البرنت. بينما لو كانت بالطريقة القديمة أن كل شوي فاصلة داخل البرنت، هذه يفصلهم عن بعض، هذه متغير وهذا متغير ما لهم علاقة في بعض. أما كذا راح يعتبرهم متغير واحد، ما في أي شيء، ما في فواصل، هذه كلها داخل قوس ما تعتبر. زين، فلو تلاحظوا ما في أي فاصلة. في كثير من الفانكشن بعدين مثل فانكشن رايت، في فانكشن اسمها رايت، زين تأخذونها بعدين. الفانكشن هذه أو أخذنا الانبوت، الانبوت ما تقبل أنك أكثر من بارامتر، مثلا تقول انتر يور مثلا، بعدين نبي نحط رقم هنا مثلا، بعدين مثلا الانبوت ما راح تقبل الطريقة هذه، ما تقبل إلا one argument. زين، فكيف تسوي الطريقة هذه؟ إنك تستخدم الفورمات، لأن ما فيها إلا بدون فواصل لنا. طيب نأخذ أمثلة إن شاء الله توضح، ضرورية يا شباب. طيب في هذا المثالين حطيت كل الحالات اللي ممكن تحتاجها. كيف؟ يعني عندنا هنا إما أنه float، هنا float، أو عندنا integer، هنا integer، أو عندنا string وهنا string. هذه ثلاث أنواع من البيانات. طيب إيش الفرق؟ هنا موجب، هنا سالب، هنا موجب، هنا سالب، موجب سالب. طيب لما نحط البرسنتج وآخر شيء الإف، زين، أو نوع البيانات اللي بينهم هذا قسمين، اللي قبل الدوت هذا يعبر عن المساحة الفاضية أو المساحة اللي راح نحطها لي هذا المتغير، كم فراغ تبي لي هذا المتغير. يعني لما يصير في زي المجلس نقول له وسع بمقدار 10 فراغات. زين، أما الدوت هذه على حسب، مثلا في الفلوت راح تسوي لنا إيش؟ 2 ديسمال نفس الراوند. في الانتجر راح تزيد أصفار بمقدار أنها تخلي الرقم انتجر لكن بمقدار 5 فراغات أو مقدار 5 أرقام. السترينج راح ينقص حروف أو يزيد، راح ينقص حروف في حالة أنه كان الرقم أقل. طيب نسوي رن، لاحظوا هنا في الموجب إيش سوى؟ حط 10 فراغات في البداية، لأن قلنا العشر أول شيء، فحط لنا 10 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، حط لنا 10 فراغات. بعدين حط لنا البرايس في آخر شيء بمقدار 2 ديسمال، مع أن الرقم طويل بس أنه قربه إلى فلوت. طيب في الانتجر اعتبرنا أن هذا انتجر وطبعنا البرايس في، عفوا هذا انتجر 102، وقلنا له 10 فراغات، 1 2 3 4، المهم أنها كلها 10. بعدين 5 ديسمال أو 5 فراغات للرقم، فحط لنا 0 بعدين حط الرقم، لأن الرقم 3 خانات حط لنا 2 هو عشان يصيرون 5. السترينج قلنا 2، طبعا نفس الشيء 10 فراغات، حطها من اليسار إلى اليمين عكس اللي بالماينس، الماينس راح يبدأ العكس. طيب 2 ديسمال خلاها AL بس، مسح الآي. طيب لو زودنا حطيناها مثلا 6، طبع الاسم كامل ما في فرق، طبع الاسم كامل بس. طيب هنا غيرنا الماينس بس، فصارت 10 فراغات والرقم على اليسار،
نفس الشيء هنا أضاف لنا يوم في الانتجر حطينا من اليسار 10 فراغات حط لنا صفرين عشان قلنا له 5 ونفس الشيء مع السترينج. طيب لو عندنا أكثر من متغير لو حطينا فاصلة كذا ما حققنا الهدف لأن احنا نبيها كلها بمتغير واحد الفاصلة ما راح تغير الهدف حقنا وراح تخلي يعتبر argument ثاني لكن حط قوس بعد البرسنتج الثانية ونقفل قوس ونكتب أي متغير عادي x1 x2 x3 وإلى آخره. طيب نجي للسؤال هذا جاء في السلايد عندنا الكوانتيتي 203 البرايس 183.4 التايتل 1 فاضي التايتل 2 فيه برايس يعني كم عندنا متغير عندنا 4 متغيرات البرنت الاولى نبي نطبع 2 متغير فجينا قلنا برسنتج وحددنا نوعها برسنتج وحددنا نوعها زين سترينج بعدين قلنا برسنتج وحددنا نوعها انتجر طيب ايش حطينا في السترينج الاولى ماينس 8 يعني خلنا 8 فراغات او حط لنا 8 فراغات لكن على اليمين الفراغات زين لنا ماينس مثل ما قلنا هنا الماينس راح تبدا الارقام من اليسار والفراغات على اليمين هذا بالنسبه للسترينج وبعدين المتغير الثاني حط لنا 10 فراغات وإذا كان مدام انتجر حط خله 5 خانات هالرقم هذا طيب حطينا برسنتج وحطينا المتغير حطيناه نص ما حطينا نفس ال مو متغير ثابت يعني حطيناه نص من عندنا هو يعتبر متغير يعني قيمة بعدين فاصلة والمتغير الثاني ما حطينا قيمته سوينا رن طبع لنا ان سترينج اول شيء بعدين حط لنا 8 فراغات على يمين الكلام بعدين حط 10 فراغات يمكن من هنا الى اخر شيء 10 فراغات وحط 5 ارقام ال203 خلاها 00203 ان شاء الله واضح في سؤال على هذا في سؤال الان احنا حاطين ماينس 8 صح في الكوانتيتي الرأسيتين انحسبت معهم فهل هو يبدا من الصفر ولا يبدا من الواحد لا يبدا من الواحد كم 9 هي مع النقطتين الرأسيتين وين اي واحده الحين هذه كوانتيتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وضاف لنا 1 10 اها تمام عفوا انا اتكلم عن سترينج صح 8 ها اي مو مشكله ما دام حددنا 8 وزدنا يزيد عادي يعني لو حطينا 2 مثلا او طيب 2 طبع لنا الاسم كامل لان حددنا له يعني ما في ما يقدر يشيل لنا من عندنا لو حطينا مثلا اللي هو الفاريبل اللي هو الاسم يمكن يقصها بس لان حطينا لا هنا قصدك يوم نقصها حطيناها بعد الفاصله اما الفراغات هذه قبل الفاصله فمثلا هنا لو حطينا بوينت معلش كوانتيتي الكوانتيتي هذه لو ما حطيناها انه سترينج بذاتها بعينها غيرناها في هذه الحاله راح اي راح تنقص لا ما راح تنقص خلينا نمسح البوينت مثلا خلينا في خلينا نحط متغير جديد اسمه x equal هذا المتغير قصدك والحين نحط x هنا شوف لاحظ ماينس 2 حط لنا اياها كامله ايش انت لحظه انت لخبطت الحين انت هنا حطينا علي وقص لنا ليش؟ لان حطينا بوينت 2 فهذا على حساب الحروف اما اللي على اليسار على حسب الخانات فاحنا قلنا له حط 10 خانات حط لنا 10 خانات وقص لنا من علي شوف هنا نسوي رن مع انه شوف عندنا خانات كثيره فاضيه لكن شال لنا الاي من علي زين هنا لو حطينا ماينس 2.5 راح ينقص من الكونت
فهي الحروف والزيادة والنقص هذه على حسب الفاصلة. أما اللي على يسار الفاصلة هذا فراغات راح يسويها. جانا شيء متغير أكبر من الموجود راح يوسع له. تفضل سفيان جاوبنا سؤالك ولا باقي؟ اي نعم اي نعم وصل شكرا. طيب طيب السطر الاول اي سطر اول في واحد يسأل يقول السطر الاول هل 10 فراغات حقتها محسوبه مع الثمانيه والسرنج ولا فوقها؟ والله ما فهمت سؤالك، لكن أفضل طريقة لأنك تفهم هذه النقطة أنك تسوي مثل هذا المثال اللي أرسلنا لك وتجرب. أغلب الأمثلة اللي زي كذا أنك لما تجرب وتحاول تنقص من هنا وتحطها واحد وتحط أحيانا تمسح، لو مسحنا هذا حطينا بس بوينت حط لنا الرقم كامل، ويعني فأفضل طريقة أنك تجرب وتمسح وتزيد وتغير إلى ما تستوعب الفكرة. أذكر كان عندنا إحنا ما كان عندنا مترم، كان عندنا تيست 1 وبعدين تيست 2 وتيست 3. تيست 1 كان فيه ثلاث أسئلة ما أدري سؤالين كلها عن الفورمات سترينج. طيب وطبعا في الفاينل جانا كثير يعني، لكن تيست 1 كان فيه سؤالين عنها. طيب نبي ننتقل لشابتر 3. كم باقي وقت؟ باقي نص ساعة. الله يعين. طيب وقت والله ما يكفي. طيب يا اخوان هنا عندنا الاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت ببساطة هي إذا كان كذا سوي لي، إذا كان الخيار الواحد سوي لي كذا، إذا كان خيار اثنين سوي لي كذا. زين، لكن لازم ننتبه انها لازم يكونون على نفس المستوى. الانتنتيشن هذا ضروري. زين، هذا لازم نفس المستوى. هنا مسافه، مسافتين، ثلاث، اربع، اربع مسافات او زر تاب. الظاهر ان جوبيتر يقبل ثلاث عادي بس يطلع لك احمر، لكن المهم انه الاساس انها اربع مسافات او زر تاب. زين، لابد ان هذا ننتبه له، المسألة انه خط مستقيم. والشيء الثاني اللي قلت لكم اياه في ده المحاضره ان بايثون راح يقرا سطر بسطر من فوق الى تحت. زين، فامش خطوه خطوه، تحقق الشرط. اذا تحقق الشرط غير المستوى هذا الكبير وحطه المستوى الثاني. زين، خلاص ما دام تحقق الشرط خلاص اسحب على اي شيء ثاني، حط اكس عليه ولا تقراه. يعني هذا الالس كله حط عليه اكس ولا تقرا هل الشرط يتحقق، حتى لو كان الس اف ما دام تحقق شرط اترك الباقي. طيب عندنا هنا يقول لك انتر يور جريد. الشرط يقول لك اذا كان الجريد اكثر من 50 اطبع لا باس، اذا كان اي شيء ثاني يعني اقل من 50 اطبع له. طيب مثلا لو قلنا 51 او خلنا 50 عشان بالضبط. هل الحين بيجي هنا يخزن ال 50 هنا، بعدين يعني يقول هل ال 50 او الجريد هذا اللي يساوي 50 اكبر او يساوي 50؟ اذا كان نعم ادخل تحت الاف هذه وشوف لنا ايش موجود فيها واطبعه. غير كذا خلاص طبعا خلاص ما يحتاج نشوف ايش موجود في الالس، لان مثل ما قلت لكم تحقق شرط. فالحين راح يطبع باس وبيوقف. لو حطينا أكبر من 50 بس كذا وحطينا 50 الآن، هل 50 أكبر من 50؟ طبعا. طيب نبي ناخذ مثال ثاني أوضح إن شاء الله، مو أوضح أصعب شوي. عندنا الشرط الأول إنه يكون أكثر من 90 أو يساوي 90، طبعا أكبر من أو يساوي 90 أطبع إكسلنت. إذا كان أكبر من 50 أو يساوي 50 أطبع له good، إذا else أطبع له fail. ففي هذه الحالة أن مثلا دخلنا 80 راح يجي
خطر خطر. السطر الثالث بيقول لك هل 80 اكبر من او 90؟ لا، فخلاص ما يحتاج تقرا ايش موجود داخل برنت او ايش الاوامر اللي داخل. اسحب عليه مباشره وروح شوف الشرط الثاني. الشرط الثاني هل هي اكبر من 50؟ نعم، ادخل ادخل هنا واطبع لنا الكود هذه. طيب هل يحتاج ان نشوف اذا كان في شرط ثاني نشوفها او نقرا ايش موجود في الالس؟ ما يحتاج، خلاص راح يوقف البرنامج هنا. حلنا الكود. طيب هذا خلوه شوي. واضح الكونسبت صح؟ ان شاء الله انا ما في احد يعني عنده مشكله. نبي ندخل شوي امثله شوي اصعب. نعم صالح على السريع لان ما في وقت والله. تفضل صالح. الكونسبت واضح بس بتوضح بس كيف تكون طريقه الاسئله يعني، بس هذا اللي تفهم. شكرا. طريقه الاسئله جايتك. طيب الله يعافيك. شو اسمه، عندنا هنا الكوست ايكوال 100 والتاكس ايكوال 15. هل الكوست ايكو اكبر من 90؟ اذا كان زود لي على هذا نفس المثال الاول، اول مثال اخذناه، زود لي على الكوست ال 15 واطبع لي الكوست. ما كان الشرط كذا اطبع الكوست لحاله. طبعا جواب 115. طيب هنا في شوي يعني بعض الناس يستعجل. الجريد ايكوال 88 او ايكوال 88، زين راح يقول اكبر من 60، اكبر من 70، اكبر من 80. هذا هي اكبر من 80 صح، اذا اطبع على اكسلنت. خطا خطا يا شباب، انتبهوا سطر بسطر امشي. متى ما تحقق الشرط وقف البرنامج. هل ال 88 اصغر من 60؟ لا خلاص اتركه. هل ال 88 اكبر من 60؟ يس ترو. احنا هذا هدفنا ان نحط الشرط ترو. متى ما صار ترو انزل الخطوه اللي تحتها واطبع لنا الباس، وقف البرنامج كامل. هذا ما يحتاج تشوف ايش موجود فيه حتى لو ان الشروط كلها صحيحه. نفس الشيء في هذا المثال، لو ادخلنا درجه اكبر من 50 مثلا، دخلنا راح يجي عند الشرط الاول. هل ال 60 اللي دخلناها، احنا دخلنا 60 اكبر من 50؟ نعم اطبع اكسنت وقف البرنامج. صح ان الشرط الثاني صحيح والشرط الثالث يمكن صحيح وكل الشروط صحيحه، ما راح يترك كل الشروط الباقيه. ف بايثون از ليزي، فيري ليزي. طيب نعم في احد يقول لو طيب اخر برنت لو كانت بدون مسافه بنجيها. لو كانت اخر مسافه لو كان في امر بعد الاف، يعني هنا يقصد اخونا يسال يقول لو كان هنا في برنت برنت. طيب احنا قلنا نمشي على مشكلتي. طيب احنا قلنا نمشي على هذا المستوى زين، فاي شيء في هذا المستوى راح يمشي عليه. ف عندنا الاف هنا ما تحقق، هذا تحقق، هذا صح صح، طبعنا هذه زين، هذه حطينا عليها اكس. لكن هنا خلصنا الالس، خلصنا البلوك هذا اللي هو حق الاف، الاف واخواتها اف الاس الاف 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 الاس، هذه كلها بلوك كلها واحد، خلصنا منه. ننتقل للبلوك الثاني او الجزئيه الثانيه زين، وهذه ما لها علاقه، ما دام على نفس السطر راح يقراها هنا، فراح يقرا برنت وراح يطبع البرنت غير الباس، فراح يصير الاوتبوت باس. بعدين هنا وات ايفر داخل راح يسويه نفسه اكس. يا اخوان خلونا نمشي بس كم سؤال بعدين نفتح المجال الاسئله، لانه والله ما في وقت بنقفل احنا و45. طيب السؤال هنا يقول لك هنا فيه انستد لوب وفيه ملتيبل اف. طيب عندنا الكوست 100 والتاكس 15. طيب هل ال 100 اكبر من 90؟ انا احب البرنامج هذا صراحه. نقدر نكتب على هذا حلو بس ما نقدر نمسح. طيب هذا احنا الحين عندنا المستوى الاول هنا
زين اما هذا او هذا. تحقق الشرط الاول خلاص هنا صح، هذا بنحط عليه اكس بغض النظر وش الشرط الموجود. طيب نروح للمستوى الثاني، شوف في كم ال اف هذا كلها على نفس المستوى. هل الكوست اكبر من 200؟ هذا الشرط الاول ما تحقق، اذا اللي الاف هذه واللي تحتها كلها اكس. طبعا في خطا، في خطا، انا مفروض ان هذه تصير كذا في مسافه، انا جيت اكتبها. طيب فهذا كله راح يصير اكس لان الشرط ما تحقق. زين طيب الشرط الثاني، هل الكوست اكثر من 150؟ لا، فايضا هذا اكس. إذن الالس اطبع لنا الكوست بإضافة التاكس بس نسينا النقطتين الرئيسيتين بعد. ايه نسينا. طيب اللي يسأل عن طريقة الأسئلة، طريقة الأسئلة أتوقع أنها غالبا راح تكون فيه شرطين. وقبل ما ندخل الشرطين خليني بشرح نقطة. عندنا الآن والنات، لا أول شيء النات، النات and or. طيب أنا في مثال دائما أضربه لما أسوي الهلب سيشن، أقول أنه أفرض أنك دخلت بقالة وطلبت 7-Up، طلبت 7-Up بارد، 7-Up وبارد شرطين. إذا جاب لك 7-Up وحار مو ما لبى طلبك، يعني هذا فولس خطأ. وإذا جاب لك بيبسي بارد أيضا هذا خطأ. إذا ما جاب لك ولا واحد من هذا خطأ، لازم يجيب لك الاثنين. فهذا بالنسبة للأنت لازم إن لو قلنا عندنا شرطين هنا، عندنا هنا كلمة أنت، أنت لازم هذا صح وهذا صح عشان يشتغل اللوب، أو عفوا مو اللوب، الإف ستيتمنت. زين متى ما صار واحد منهم خطأ، أو هذا خطأ، أو هذا، أو هذا الخطأ، أو كلهم خطأ، ما راح يسوي الأنت. هذه بالنسبة للأنت. الأور، الأور عندنا هنا أور، لابد أنه مثلا قلت لك أبي بيبسي أو أنه يكون أو مشروب بارد. فإذا جبت لي بيبسي حار هذا راح يقبل اللوب، الافستيت ماسكه معي اللوب. إذا جبت لي شيء مشروب ثاني لكنه بارد، هذا صح وهذا خطأ، راح يمشي. الأور راح تقبل كل الاحتمالات إلا احتمال أن هذا خطأ وهذا خطأ. زين النت هو إذا كان عندنا فولس راح تخليه ترو تعكسه. طيب ناخذ أمثلة عليها. قبل ما ناخذ أمثلة خلينا نسمع من أسئلتكم بس عشان ما نخبط الشباب في الجزئية هذه، شوي صعبة هذه. تفضل صالح. تفضل سفيان. طيب نبدأ. الجزئية هنا يقول لك إذا كان عندنا x equal 5 وال y equal 2 وال total equal 0، لاحظوا عندنا and. الشرط الأول يقول لك عندنا and. إيش الشرط الأول؟ الشرط الأول أن total راح يساوي 0، لو تلاحظون double sign أو double equal، معناتها أنه أن المستوى اللي على اليسار يساوي المستوى اليمين، لابد أنه كذا يعني. عكس لما نحط 1 هذه، هذه تختلف، هذه معناتها حط الصفر داخل التوتال. صار والله ما أدري كم صار، هل سوينا A5؟ طيب خلينا بس نشرح للشباب. التوتال هنا لابد أنه يكون 0، إذا الشرط الأول تحقق. حلو. and الشرط هذه الآن يعنيها لابد أن الشرط الثاني تحقق، اللي هو الإكس ما تساوي 100. الإكس كم تساوي؟ 5. إذن هذا ما تساوي 100، هذه not equal، إن هذا إن الإكس ما تساوي 100 صح. إذن الشرطين كلهم تحققوا. إيش قال لنا هنا؟ زود على الإكس واحد، خل الإكس بدل ما هو 5
يصير 6. طيب عندنا هنا مجموعة شروط ثانية، طبعا هذه خلاص الشرطين اللي برا هذه بنسحب عليها، ليش؟ لأنها خلاص تحقق الشرط الأول. الشرط المجموعة الثانية هنا أن الإكس يكون أكبر من العشرة، والإكس طبعا أصغر من العشرة، أو أن الواي أكبر من خمسة، أيضا هذا ما تحقق، كل الشرطين خطأ، إذن ما راح يدخل داخل الإف هذه. نروح للإف، هل الإكس أكبر من أو تساوي خمسة أو تساوي خمسة، أو أن الواي طبعا خلاص ما دام أن واحد منهم تحقق ما يحتاج نشوف أصلا الثاني. زين، فنعم نروح ندخل في الإف هذه ونخلي التوتال بدل ما هي صفر راح نخليها خمسة. طيب الإلس هذه ما راح نشوف إيش فيها، خلاص نطلع نطلع هنا عندنا برنت بر الإف ستيتمنت هذه، يقول اطبع التوتال الأخير اللي وصلت له اللي هو يوم حطيناه بخمسة. أسئلة إنه يحط لك 2 كونديشن أو 3 كونديشن، ترى هذه أظنها يعني جدا محتملة، يعني كيف يحط لك 3 كونديشن؟ يقول لك هنا أو لا، خلها مثلا هنا في هذه في الإلس هنا لو قلنا أن هذا الشرط صحيح نجي نحط هنا and x equal لما خلنا نحط total equal صفر. في هذه الحالة إيش راح يصير؟ عندنا شرط واحد وعندنا شرط ثاني، وممكن يحط لك مثلا يحط لك هنا not مثلا. زين ممكن نحط لك كذا. طيب ايش الطريقه؟ الطريقه ان اللي داخل اقواس اولا، اللي داخل اقواس اولا انك تطلع هل هي ترو او فولس. طيب ايش ابدا، بالاند ولا الاور؟ اول شيء بالنت، اذا كان فيه نت، اذا كان فيه عندنا هنا ما ادري يعني ما يحضرني مثال، لكن اذا كان فيه عندنا قيمه هي غير صحيحه وقبلها نت راح تصير ترو. أنا كتبت الترتيب هنا، أول شيء وأقوى شيء له الأولوية النت، طبعاً الأقواس أول. زين، أول شيء الأقواس، بعدين داخل الأقواس النت، بعدين نشوف الأند، هل نتحقق الأند صح ولا لا، بعدين نشوف الأور هل صحيح ولا لا. طيب إكس راح تصير ستة بعد أول إف. ما فهمت سؤال. إيه هنا نعم، لو طبعنا الإكس راح تصير ستة لأن زودنا عليها واحد إجبار، ما دام دخل فيه هذه الإف راح ننفذ كل الأوامر اللي فيها مع الإفات اللي داخل. ولو كان فيه هنا برنت انتر او اي شيء راح ايضا يطبع. طيب نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده، نعم صالح تفضل. صالح، اذا جاني اقواس ونوت واند اور بغض النظر عن اليمين واليسار مين صح على طول؟ الاقواس اول بعدين النوت. تشوف اليمين واليسار، اذا من اليسار الى اليمين، اذا كانوا هنا اند وهنا اند مثلا، او هنا اور هنا اور، الاولويه إيه؟ لليسار بعدين اليمين. حلو، اذا تساووا نفس الدرجه تشوف اليسار الى اليمين، لكن اذا كان هنا اور اقوى شيء هذه الحاله الاند بعدين الاور. الله. طيب عندنا هنا اي ايكوال 3 والجي ايكوال 5. يقول لك هل الاي اصغر من الجي؟ الاي اصغر من الجي نعم، خلي الكي هذا متغير جديد، كي ايكوال جي، يعني لو نكتب هنا في الهامش الكي الحين كم قيمتها؟ 5 صح. طيب بعدين قال لك خلاص هذا الشرط تحقق، الاي اصغر من الجي، بعدين قال لك اطبع الكي. ها أه
لا 8 من لقى 8 يا ترى مع 8. لاحظوا هنا خلصنا الاف بعدين جاء قال a equal i plus j عدل على القيمه قال لك الجي الحين التحديث الجديد هي 3 بلس 5 اللي هي 8 بعدين اطبع الكي فهذه برا الاف اي 8 صحيح اي باقي ربع ساعه باقي لنا اسئله واجد طيب عندنا هنا x equal 1 y equal 2 الزد هنا equal ايش شوف حطينا equal 1 بعدين قلنا هذه الزد تساوي x equal equal y ايش راح يصير الجواب اطبع الزد ايش الزد الحين لا مو خطا اي صح فولس قصدي صحيح انا تقصد ايرور لا مو ايرور راح يطلع الجواب فولس ليش لان هنا هذه قيمه يعني متغير صار الزد كانه اما ترو او فولس فقلنا لان الزد هو تساوي ان الاكس تساوي واي فهذا مو يتساوي راح يطلع لنا فولس ويتخزن هنا ف راح يطبع لنا فولس طيب بس مثل ما قلت لكم ركزوا على اكثر من كونديشن ولا تستعجلون اذا كان مثلا الشرط اكثر من شرط صحيح خذ الاول دائما ايضا من النقاط اللي هي لابد انك تركزون عليها ان اذا كانت الاوامر برا الاف زين طيب هنا هذه النوع من الاسئله اذا جاء يحتاج بس تركيز يعني زين حطيت فيه كل شيء هنا ف تمشي معه خطوه خطوه و إذا عندك ورقة على الجنب ولا شيء تسجل يعني مثلا تسوي هنا مثلا هنا قال لك ايش اطبع لي كل القيم بعد التحديث زين فالاي كم تسجلها كل شوي تحدثها الاي في البداية 5 بعدين راح تمسحها تشطب عليها وتكتب انها مثلا صارت 3 والى ما تصل للإجابة الصحيحة هنا هل الاي اصغر من الجي الاي اصغر من الجي لا اذا هذا كله اسحب عليه راح عند الالس الالس i equal j اذا الj كم تساوي 4 خزنها في الi راح يطلع الi 4 الj 4 الk 7 الh 3 ما تغيرت ولا شيء بس اللهم الi كانت 5 صارت 4 طيب هذا الجواب طيب عندنا النمبر equal 1 100 والدبل equal 2 زين إذا كان لاحظوا هنا يختلف السؤال إذا كان النمبر أكبر من أو يساوي 100 ندخل ولا ما ندخل شرط صحيح إذا خلي النمبر إيكوال النمبر نفسه 100 ضرب 2 كم صارت النمبر 200 طيب هنا لو تلاحظ فاينل 200 400 صح ليش؟ لأن هنا حط F جديدة خلاص هنا سطر جديد ما له علاقة بالقديم اللهم الحين حدثنا القيمة صارت بدال 100 صارت 200 زين بعدين هنا F ثاني قال لك النمبر هل هي أكبر من 200 إذا كان صحيح ادخل أيضا 200 ضرب 2 400 أطبع ال 400 طيب هذه ثانية داخل الأولى بيكون الجواب صحيح لو حطينا هذه كذا أي صحيح بيكون لكن طبعا إيش غالبا ما راح يجي كذا الحالة راح يجيك فيه ألف و إف ألف يعني نعم صحيح صحيح كذا الهدف من الإف ستيتمنت هو إنه خاصة في البروجرام الحين أنت تحط إف ستيتمنت عشان تتأكد أن القيم اللي ما تدخل إلا قيم صحيحة لكن مرات تحتاج أنك تشغل الإف إجباراً يعني يعني ما أدري صراحة إيش المثال اللي في بالي لكن أحياناً تحتاج أنك تحط تخلي الإف إجباراً أنها صحيحة زين فمن الطرق أنك تسمي متغير
وتخليه ترو، تخلي قيمته ترو زين، بعدين تقول اف وتحط اسم المتغير هذا بس بدون اكبر اكبر من او يساوي او الى اخره. متى ما صارت متى ما شاف البايثون متى ما شاف ترو راح يشغل لك الاف ستيتمنت زين. فهنا فلاج يعتبر ترو فراح يطلع لنا الاكس. ايضا من الطرق ان اي رقم خلينا نسميه اي قيمه انتجر ما عدا الزيرو فولس، باقي الارقام كلها تعتبر ترو. فمثلا فلاج ايكوال 1 قلنا اف فلاج اللي هي 1 ايضا هذا ترو زين، فراح سوى لنا شغل لنا الهارد. طيب اذا كان حتى الماينس 1 حتى الماينس 1 راح يعطينا ترو الا الزيرو، الزيرو هو الفولس. فاذا كان قلنا له احنا نمسح هذا، اذا قلنا اف فلاج وهنا فولس لا 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 على اي فاريبل عادي، بس انه فلاج يعني كذا عادي نحطها. طيب اذا كان صفر فلاج هنا طيب نسوي رن قال لنا فولس فلذلك طلع لنا الالس. طيب لو حطينا كلمه نت، نت هي تعكس اي شيء، هذا فولس راح تخليه ترو فراح يصير المجموعه ترو. طيب ان شاء الله انه واضح. ننتقل الى بعض الميثود الخاصه فيه. طيب عندنا هنا متغير اسمه يونيفرسيتي ايكوال كي اف يو بي ام. طيب هذه من الطرق ان نخلي يعني تحتاجها ان تتاكد مثلا ان النص اللي ادخلك يا موجود فيه الحرف الفلاني، فتقول له هل او اف الاف هذه الكيورد هذه ان يعني انها داخل المتغير اليونيفرسيتي، يعني هل هذا الاف موجود في هذا السترينج بغض النظر في البدايه في النص في الاخير هل هو موجود ولا لا. اذا كان موجود بيعطينا ترو ويدخل داخل الاف، غير كذا راح يطلع. فالحين هذا الاف موجود راح يعطينا ترو. ايضا عندنا مجموعه ميثود، طبعا عندنا سترينج هنا سترينج عندنا مجموعه ميثود زين خاصه في السترينج، منها دوت ابر وعندنا دوت لور عندنا ذكروني عندنا دوت از ديجيت وعندنا دوت فايند ودوت اندكس. هذه كلها راح تساعدك انك تتعامل مع النصوص بشكل افضل. دوت الفا دوت نم دوت مدري ايش، يعني مجموعه ميثود تلقونها في شابتر 3 في الاخير تقريبا. واظن والله اعلم ان اغلب اسئله البروجرام راح يعني يحدونكم انكم تستخدمون احد هذه الميثود زين. فمثلا احنا نبي طبعا تتعامل مع سترينج مو مع الارقام، مثلا حتى الديجيت او النمبر اذا كانت دوت نمبر دوت از نم اتوقع او شيء اسمها زي كذا ما ادري ما انا متاكد، لكن المهم انها فيه مجموعه ميثودز تتعامل مع سترينج بس حتى لو كانت ارقام، يعني حتى لو كان اما اذا حطيت لي انتجر لا ما راح يشتغل. طيب فهنا نجي نقول له انبوت ادخل اللتر زين، فنبي نقول هل اللتر اللي ادخله بس نبي نتاكد انه يصير ابر ها عشان نطابقه مع الستيتمنت اللي هنا زين موجود في المتغير اليونيفرسيتي. فمثلا لو سوينا حطينا يو سمول ايش راح يسوي؟ هنا راح يتخزن يو سمول، هنا راح تحوله الى كابيتال، بعدين راح يطابقه في الجمله هذه. قال لك ترو.
أو ممكن العكس، ممكن نقول اللتر هذه إذا موجودة في هذا، وهنا نحط دوت دوت أبر. لا ما في فايدة، هنا نحط دوت أبر، هنا ما في إلا كده اللتر دوت أبر. طيب هذه كلها طريقتين نفس الشيء. المهم أننا نستخدم بعض الميثود هنا عندنا account. لما نضغط dot أصلا، لما نكتب متغير string نضغط dot راح يطلع لنا مجموعة ميثود من الميثود يعني ضرورية ل يعني end with محا s. انتبهوا عندنا count index find إيش بعد is L num أتوقع هذه اللي كنت أقصدها is ألفا. المهم أنها مجموعة ميثود، هذه بتفيدك أنك ترتب ال if statement حقتك. طيب هنا هذه أنه لابد أنه يدخل رقم، طبعا هنا ما حولناه إلى integer، نبيه string حنا عشان نطبق عليها هذه. وهنا is ألفا نفس الشيء كلها. طيب من الشروط او من الطرق انك تحط الاف ستيتمنت انك قد تستخدم اندكس معين. احنا قبل شيء قلنا ايش اذا كان بي موجود في المتغير كذا، لا الحين نقول له اذا كان النمبر هذا او النيم هذا اندكس رقم واحد اللي هو البي ايكوال ايكوال بي سترينج بي. طيب هذه من الطرق، او ممكن ان نقول ان اللينث للكلمه هذه اكبر من 5 او 10 او الى اخره، لينث الاسم هذا انه يكون اكبر من كذا. طيب هنا بالنسبه للنت والاند والاور هذا ترتيبها، النت هي اقوى شيء والاند بعدين الاور مثل ما قلت قبل شيء. طيب في هذا المثال ايش راح يطلع، ترو ولا فولس؟ كلها داخل اقواس. اول شيء نشوف النت، الفلاج هنا عندنا هي فولس، زين راح وحطينا نت راح تصير ترو، هذه ترو. طيب عندنا اند وعندنا اور وعندنا اند، ايش ناخذ اول؟ ناخذ الاند، نتاكد من الطرف اللي على اليمين والطرف اليسار. الطرف على اليمين قلنا ان مجموعه ترو خلصنا منه، اللي على اليسار النمبر 1 النمبر اندكس 1 ايكوال ايكوال بي صح، هذه اثنينها ترو، فهذا كله ترو. اذا بغض النظر عن الاكس لان هنا خلاص على اليمين ترو هذا راح يدخل له. طيب بالنسبه للاكس قال لك اف ايكوال اكس اكس ايكوال 0، فهنا راح اصلا بيطلع فولس بس هنا ترو فراح يطلع هلو وورد. طيب هنا عندنا النت نت فلاج، الفلاج فولس زين، وهذا راح يصير ترو. او لينث اكبر من 5 طبعا هذا ترو، كلهم ترو راح يسوي برنت للنيم. لكن لو صار مثلا هنا ترو طبعا اور لازم لها خطا زين، فراح عند الالس وطبع لنا صح راح يدخل. طيب عندنا هنا النت برا برا الاقواس، فنبي مجموعها كلها هذه، لو كان في اكثر من ذا مجموعها نعكسه، فعندنا الفلاج فولس زين او اللينث اكبر من 5 هذا ترو زين، هذا ترو هذا فولس راح يطلعون كلهم بترو. طيب في عندنا نت هنا راح تعكس المجموعه، هو كان ترو راح يصير فولس، فاذا ما راح يطبع لنا هذه، راح يشوف الالس. خلصنا بالوقت بالضبط. طيب بس على السريع انا كنت توني حاط هذا السؤال. نعم تفضل يا صالح. كان سؤالي مو عن الأسئلة المطلوب تشويس، كيف بتكون الأسئلة يعني لما يقول لي سوي بروجرام وسوي كود، هاي صعوبتها كيف طريقتها كذا؟ هذا قصدي. هو بيجي، انا عندي هيلب سيشن ثاني يوم الخميس، حرصت اني هنا اشرح الكونسبت يعني واتفصل فيه، وهناك بسوي البروجرام ان شاء الله. بس اهم شيء يعني الخطوه الاولى هو الكونسبت والمفاهيم هذه، ف
فإن شاء الله أنها واضح. ويوم الخميس إن شاء الله 8:30 مع نادي الحاسب فيها. هل بتكون مسجلة لأن؟ أي بتكون مسجلة في قناة اليوتيوب حقة النادي أتوقع. شكرا. بس معليش. كويز يا شباب عندي ذكرتوني. نعم تفضل. طيب بخصوص الكويز أنا برسله في جروب حق العلم سيشن، وأيضا فيه رابط للتقييم راح أرسله لتقييم تجربتك مع العلم سيشن اليوم لتحسين الهلب سيشنز الجاية، يهمنا رأيكم فيها. بخصوص الهلب سيشن الثاني اللي بيقدمه الأخ العزيز عبدالله فهد الدوسري، ما راح يكون تبع أرشفة، بيكون تبع نادي الحاسب. هذا من أرشفة، هذا من نادي الحاسب، جهتين مختلفتين. راح يكون بإذن الله تعالى يوم هو يوم الخميس هو بيكون 11 مارس. يعني أي يوم؟ يعني يوم الخميس إن شاء الله 8:30 بعد العشاء، الساعة 8:30 11 مارس يوم الخميس بإذن الله تعالى. انتهى الهلب سيشن يا عبد الله ولا باقي؟ انتهى، بس بضيف معلومة أو هذا سؤال سهل أنا حطيته ثوني قبل شوي. إذا واضح تحلونه أنه يطلب من المستخدم أنه يدخل اسمين، إذا تطابقوا يطلع مرحبا بال أو هلو بوس، إذا ما تطابقوا الاسمين راح يطلع هلو بوس. في سؤال ثاني إن شاء الله أنا ناوي أحطه اللي هو 3 PM كلها انتجر، نسوي بينها مقارنة ويطلع لنا أكبر أو يرتب لنا الأوتبوت من الأكبر إلى الأصغر. هذه حاولوا تحلونها وإن شاء الله بشرحها يعني بالتفصيل في يوم الخميس.